بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات المستوى الأولى إعدادا. ما زلنا مع تصحيح فرض الرياضيات رقم 1. التمرين 4. التمرين بما يناسب 5 في بين قوسين 6 زائد تساوي ماذا زائد ماذا في الأرض. إذا لدينا 5 في 6 زائد تساوي ماذا زائد ماذا في الأرض. إذا انتبهوا معي، 5 في 6، هنا نضرب 5 مضروبة في 6، يعني نكتب هنا نكتب 5 في 6 زائد 5 في هذا العدد، 5 في ماذا؟ 5 في أ، إذا زائد 5 في أ. إذا هذا هو الجواب. لدينا هنا 3 في ر زائد 3 في ب تساوي. لدينا هنا 3 عامل مشترك، إذا نعامله 3 3، فنكتب 3 ونعامل بها في ماذا؟ في هذا العدد زائد بي. ثم ننظر إلى الجهة المقابلة في ماذا؟ في إيغري، 3 في إيغري، 3 في إيغري، 3 في إيغري. هنا تعميل، هنا النشر، 3 في إيغري زائد 3 في بي. نعمل في 3 في إكس زائد 3 في إيغري زائد بي. نعيد، 3 في إيغري زائد 3 في بي تساوي، نعمل ب 3 في إيغري زائد بي. مجرد تطبيق للقواعد. 7 في 10 زائد ر يساوي 105. انظروا، 7 في 10 تساوي 70 زائد 7 في 10 70 زائد 7 في ماذا؟ 7 في ماذا على الاستفهام تساوي 105. 70 زائد ماذا تساوي 105؟ 70 زائد 35، لأن 105 ناقص 70 تساوي 35، و 35 تساوي 7 في 5، 7 في 5، 7 في 5. إذا 7 في 10 70 زائد 7 في 5، 7 في 5 هي 35 تساوي 105. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.